رئيس سعادة النواب، بداية أتوجه بالشكر لدولتكم على الاستجابة لطلبنا بعقد هذه الجلسة لنتحدث بشكل واضح ومباشر عن ملف من أكثر الملفات التي تشغل اللبنانيين حاضراً ومستقبلاً. وكنت قد قلت مراراً أن موضوع النزوح السوري إلى لبنان هو من المواضيع التي يجمع اللبنانيون عليها برؤية واحدة على سبيل إنقاذ ديموغرافية لبنان والحفاظ على كيانه. ولكن للأسف لم يدم رهاني طويلة، إذ بدأنا نخاصم بعضنا البعض مغلبين الشعبوية والمزايدات على المصلحة الوطنية، فحول البعض الفرصة إلى مشكلة والنعمة إلى نقمة. البعض من حقه معارضة الحكومة، وهذا حق ديمقراطي، لكنه عارض قبل أن يفهم وحكم بالأمر قبل أن يعلم. وهذا النهج أعتبر أنه يشكل ضرراً كبيراً على الوطن ويعرقل السير قدماً بحل هذه المعضلة. وفي هذا السياق لابد لي من أن أثمن عالياً الموقف الإيجابي للبعض بالتعاطي مع ما حدث، وذلك بالاستضاح مباشرة وعبر رسائل خطية، ولهم منا كل تقدير. إنني أؤمن بأن قوة لبنان الحقيقية في وحدة أبنائه، فهذا الوطن لنا جميعا، وكفى مزايدات على بعضنا البعض. لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات في حدوده المنصوص عليها في الدستور والمعترف بها دولياً. لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين كما جاء في مقدمة الدستور. دولة الرئيس، إن حل مسألة النزوح السوري يكون بتوافق بين اللبنانيين، ولذلك سأبدأ بالإيضاحات وشرح الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة. إن المساعدات الأوروبية التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية في حضور الرئيس القبرصي ليست سوى تأكيد للمساعدات الدورية التي تقدمها المفوضية الأوروبية للبنان منذ سنوات، وهذا الدعم هو للخدمات الأساسية التي تقدمها المفوضية إلى المؤسسات الحكومية في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والمياه والصحة، وعلى سبيل المثال من خلال إنشاء مراكز التنمية الاجتماعية والمدارس العامة ومؤسسات المياه وما شابه ذلك. لقد وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن هذه المساعدات سيعاد تقييمها كل 6 أشهر في ضوء حاجة لبنان، كما وعدت بزيادة هذا المبلغ أضعافاً وباستثمارات أوروبية في لبنان فور إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة. دولة الرئيس، أريد أن أؤكد أن هذه المساعدات غير مشروطة بأي شرط مسبق أو لاحق، ولم يتم توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها، بل هي استمرار للمساعدات السابقة. لبل أقول بصراحة، نحن الذين أصرينا أن تكون المساعدات المقدمة للنازحين السوريين لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم وليس للبقاء في لبنان، مؤكدين أن القسم الأكبر من سوريا قد بات آمناً للعودة. كما حذرنا من أن استمرار هذه الأزمة في لبنان سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان، بل ستمتد إلى أوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية ودولية. وقد أبلغنا هذا الموقف إلى جميع المعنيين خلال لقاءاتنا، ولا سيما إلى الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال زيارتهما للبنان، مشددين على أنه لا يمكن اعتبار لبنان شرطياً حدودياً لأي دولة، وأن المطلوب تعاون كل الدول لحل هذه المعضلة. لن أتوقف عند كل مقيل، لأن الوقت ليس للتساجل، والهم الأساس هو حل هذا الموضوع بتوافق كامل بين اللبنانيين. لهذا سأبدأ بشرح الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة. أولاً، الطلب من الجهات الأمنية المختصة
تشدد في تطبيق قانون على كل الأراضي اللبنانية لجهة ترحيل كل من يقيم بشكل غير شرعي إلى بلده، على أن يصار إلى التنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التنسيق معها عند الاقتضاء، آخذين بعين الاعتبار مذكرة التفاهم الموقعة في 9/9/2003 بين المديرية العامة للأمن العام والمفوضية، والتي ورد فيها الذي أشار إليها أنه لا يمكن اعتبار السوريين في لبنان لاجئين. هنا أؤكد أنه من الضروري تعاون الجميع لتنفيذ ذلك، وعدم إغراق الأجهزة الأمنية والحكومية بالوساطات لإبقاء المقيمين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية. ثانياً، بالنسبة إلى أمن الحدود، فإن الجيش يقوم بواجبه كاملاً ضمن الإمكانات المتاحة، حيث ينشر أربعة أفواج على طول الحدود اللبنانية السورية بخط حدودي يبلغ حوالي 387 كيلومتر، بعدد عناصر 4838 عنصر يتوزعون على 108 مراكز، من بينها 38 برج مراقبة مجهزين بكاميرات وأجهزة استشعارية ليلية. لكن في الواقع العسكري وعلى طول الخط يلزمنا 5 أضعاف القوى المنتشرة حالياً، وذلك لضبط الحدود بالحد الأدنى، ناهيك عن الحاجة البشرية واللوجستية لتعزيز الحدود البحرية والمراقبة عليها وضمنها وضبطها. لهذا السبب نتابع الاتصالات الدولية من أجل تعزيز قدرات الجيش على الصعود كافة بما فيها التجهيزات اللوجستية اللازمة للمراقبة وتكثيف أبراج المراقبة الحدودية. رغم ذلك، وفي ضوء المتوفر من إمكانات، يقوم الجيش بالتعامل الوثيق مع مختلف الأجهزة الأمنية بتعزيز نقاط تفتيش الحدودية وتنفيذ عمليات رصد وتفتيش كاملة ومنسقة تستهدف مواقع التسلل والتهريب وإحالة المعنيين على القضاء المختص. كما تقوم الأجهزة الأمنية بإغلاق نقاط العبور غير الشرعية ومصادرة الأموال المستخدمة من قبل المهربين حسب الأصول. كذلك يتم تكثيف الجهد الاستعلامي والأمني لضبط الحدود البرية والبحرية. ثالثاً، أصدرت وزارة الداخلية سلسلة من التعاميم تقضي بإجراء مسح شامل للسوريين القاطنين في النطاق البلدي وإعداد بيانات عنهم، وأيضاً توجب تعاميم الإفادة الفورية عن أي تحركات أو تجمعات مشبوهة تتعلق بالنازحين السوريين، والتشدد في قمع المخالفات المتعلقة بالمحال التي تم استثمارها ضمن النطاق البلدي من قبل السوريين من دون حيازة التراخيص اللازمة، والعمل على إقفالها فوراً وإحالة المخالفين على القضاء. رابعاً، فيما يتعلق بسوق العمل، يتم من قبل وزارة العمل التشدد في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المؤسسات والشركات العاملة على الأراضي اللبنانية والمخالفة لقانون العمل والأنظمة لمرعية الإجراء، لا سيما الجانب المتعلق بالعمالة اللبنانية. كما يتم العمل على وقف كل محاولات الالتفاف على النصوص القانونية بهدف تشريع العمالة الأجنبية، لا سيما من خلال إنشاء شركات تجارية وهمية وتحديداً شركات توصيات بسيطة. خامساً، الطلب من النيابات العامة التشدد في الإجراءات القانونية المتعلقة بالضالعين في تهريب الأشخاص والداخلين إلى لبنان بطرق غير مشروعة وملاحقتهم بجرم الإتجار بالبشر. كذلك الطلب من وزارة العدل بحث إمكانية تسليم المحكومين والمسجونين والموقوفين وفقاً لما تجيزه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. سادساً، تكثيف الجهد الدبلوماسي لشرح خطورة موضوع النزوح السوري على لبنان وعلى الأمن الإقليمي والأوروبي، وتأكيد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري لكي يبقى في أرضه وتشجيعه على العودة إلى بلاده. ما ورد آنفاً هو جزء من القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة إعادة النازحين إلى بلدهم بأمان وكرامة، والتي كان شكلها مجلس وزراء بتاريخ 29/9/2021 برئاسة رئيس الحكومة، وتضم وزارة الخارجية والداخلية والدفاع والشؤون
والعدل والمهجرين والعمل، وأنيطت بهذه اللجنة مهمة اتخاذ القرارات المناسبة ورفعها إلى مجلس الوزراء على أن تناقش كبند أساسي في كل جلسة. دورة الرئيس، لقد ثارت ثائرة البعض، لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار التي اتخذه الاتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا والأردن ومصر وتونس والمغرب. وذهب البعض في مخيلته إلى حد القول أننا نريد تهجير فئة من اللبنانيين لتوطين السوريين مكانهم. إن هذه المزاعم باطلة بطلاناً مطلقاً ولا علاقة لمشروع الهجرة الموسمية بالنزوح السوري، بل هو أمر بدأ تطبيقه منذ فترة طويلة. وكل ما في الأمر إن الموضوع عرض علينا من منطلق اقتصادي بحت، بحيث بحث لفتح الباب أمام من يرغب إيجاد فرص عمل موسمية ولفترة قصيرة في الخارج يعلن عنها الاتحاد الأوروبي في حينه، وبالتالي تكون هذه الهجرة شرعية لمن تنطبق عليه شروط المحددة ولفترة محددة حصراً. وهناك باستمرار ومنذ سنوات خبرات في مجال الطب تغادر لبنان في مهمات محددة ولفترة محددة في أوروبا ضمن هذا المشروع الأوروبي. أما إذا ارتأى المجلس النيابي الكريم إصدار أي توصية أو قانون يمنح هذا الأمر فهذا حقه، فاتخذوا القرار المناسب الذي ترونه مناسباً للمصلحة العامة. دولة الرئيس، إن الحكومة التي أتكلم باسمها حسب الدستور لم تتأخر يوماً عن اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الملف، وأن الجيش وسائر الأجهزة الأمنية يقومون بواجباتهم ويشهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللاً حاداً يضرب بقصد أو بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني. المطلوب اليوم هو اتخاذ موقف وطني جامع وموحد بشأن كيفية مقاربة هذا الملف بعيداً عن المزايدات والانفعالات والاتهامات، ليكون ذلك بداية للتصدي للمشكلات الأساسية التي تواجه البلاد وفي مقدمها الشغور الرئاسي والإصلاحات الاقتصادية، وأن لا يغيب عنا ما يحصل في جنوبنا الحبيب ومعاناة شعبه هناك. نحن مستعدون دولة الرئيس للتعاون مع مجلسكم الكريم لكل ما تروه مناسباً، وشكراً لكم. شكراً.